عبر التاريخ العريق للمغرب ظلت قبائل دوكالا تميز بين النوعين من طيور الباز، طائر البحري وطائر النبلي. وهذه الأجناس من الطيور الكواسر لا تختلف عن بعضها في الشكل والهيئة حين تكون صغيرة، غير أن طائر النبلي مع التقدم في السن يصير أكبر حجما فتتسع عيناه وتميل إلى السواد، كما أن صدره يصير محجزا بخطوط جميلة. يبدأ موسم الصيد لدى طائر البحري من الاحتفال بموسم العنصرة، أي ما يصادف 24 من شهر يونيو، ويستمر إلى غاية شهر مارس. أما موسم الصيد بالطائر النبلي فيمتد من شهر أكتوبر إلى حلول موسم العنصرة. ما عدا هذه الأوقات تظل الطيور ران القيد. ترتبط هواية الصيد لدى قبائل دوكالا الشهيرة بكرمها وحسن وفادتها بمفهوم العزة والشرف، ولقد استطاعت هذه القبائل الرقية بهذه الرياضة إلى مصاف الفنون، حيث طورت ممارسة ترويض الطيور من مجرد هواية إلى فن قائم بذاته، كما أن منطقة دوكالا تضم أشهر مربي الصقور بالمغرب. ويقول عشاق هذا الفن الرفيع إن الصيد بالباز يعيد الإنسان إلى شبابه، وذلك بحكم المتعة الكبيرة التي يمنحها للممارس، كما أنها تخلق للجسم نشاطا وحيوية. يشكل مربو الصقور أو البيازا كما يقال لهم في المغرب ما يشبه الهيئة المهنية تحت إمرة الشيخ سيدي علي بن قاسم، وقد عاش هذا الولي الصالح بمدينة مراكش وتوفي بها، ولازال ضريحه قائما خلف مسجد الكتبية. واليوم يسمى مربو الصقور الذين ينحدرون عن هذا الولي الفاضل القواسم. اللي كان دار في الحياه ديالو فاش خرج من مراكش مرورا بدار العين بواحد المحل يقول لها قريش، اللي هي الزاويه ديال قريش لطنزات لكيك، حتى تدخل على مولاي ابراهيم من نهار الثالث عيد، تخرج تيجي تبينها العلامه على رجليهم وصيقينها حتى تدخل لمراكش، حتى تدخل لمولاي ابراهيم. اللي اساسي هو الرحه، يعني من الرحه هاد الرحه تيعموا فيها الناس، كاين الرحه ديال الرجال بوحدها والرحه ديال النساء بوحدها تيعموا بها الناس، لان الماء ديالها نازل من سمهاروس، وهنا تكون واحد العلاقه ما بين الزياره ديال مولاي ابراهيم والزياره ديال سمهاروس. كان واحد المحل وخاص في الرحانيت من حيت تذبح النحيره ديال الموسم اللي هي الناقة، هذاك الراس كان بكري كانوا تيجروه حتى لهذيك الرحه تمايا، عاد تخرج الروح ديالو تما، هذوك الناس اللي متكلفين جات يفرقوها بيناتهم تيديو الناس باروك. لإتمام شعائر الحج الأكبر إلى مولاي إبراهيم يقوم الحداد بنحر الناقة على قمة الجبل. الخلوة هذاك الجبل العالي اللي ورانا اللي تنشوفوا دابا، هذا كان في الحياة ديال مولاي إبراهيم كان تما تيقضي معظم الأوقات ديالو تيتعبد فيها، وهذاك المقر دابا باقي، دابا تيمشيو الناس تيتبركوا فيه وتيزوروا منه. مولاي ابراهيم بن مولاي احمد بن مولاي عبد الله بن حسين، مولاي عبد الله بن حسين دافين تام الصلوح، هو الجد ديالو وهو اللي رباه، والشيخ ديالو هو سيدي موسى، سيدي احمد وموسى، يعني من الشيخ ديالو هو سيدي احمد وموسى. لما كان صبي قدام باقي صغير جا الشيخ طرا سيدي احمد وموسى عند جدو مولاي عبد الله بن حسين تام الصلوح، وقاعدين تيذكروا في المسائل ديالو المسائل، ومولاي ابراهيم كان صغير تيلعب قدامه، تيلعب قدام جدو، هادي تتحكى في الروايات في المناقب ديالو. واذا به واحد الدجاجه قدامهم تدوز وتتقرقر، وديك القرقره ديالها دار سيدي احمد وموسى في مولاي عبد الله بن حسين، قال لي هل يوجد عندكم محل يسمى كيك؟ قال لي هادي كاين واحد المحل في الجبره كاين تما، قال لي السير ديال هذا الطفل هادي ظهر في كيك، هذيك المنطقه ديال كيك، لان الدجاجه في القرقره ديالها تتقول كيك 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 كيك. لقد استطاع مولاي ابراهيم الملقب بطير الجبال تحويل مكان أنشطته المتعلقة بصناعة الفخار الواقع على طريق كيك إلى زاوية متخصصة في الزواج وعقد القران
تقصدها النساء اللواتي حرمتهن الحياة من نعمة الإنجاب، والعزاب والعازبات الباحثين عن شريك الحياة. هي كانت بكري قديما واحد الوقيته كانوا الناس اللي تيجيو لهنا مزوجات، كيف قلنا في اللون كانوا مزوجات، وتيجيو الناس اللي بغيتنا وما عندهم رغبه باش يتزوجوا. تيقول لك انا تنجي للمولاي ابراهيم وتيتلاقى مع ديك السيده تمايا وتيديروا مع المقدم ولا المسؤول ديك الساعه للزاويه، وكان تيجيب الله تيتزوجوا الناس من هنايا. اما قضيه الحنه فهي تتعبر على الزياره ديال المولاي ابراهيم، تبروك مزيان معنا معناها هذيك السيده ولا هذيك البنت راه كانت في مولاي ابراهيم، راه زارت مولاي ابراهيم. لقد كان ابن مولاي عبد الله بن حسين هو من نقل فضيلة مداواة النساء العاقرات إلى ضريح مولاي إبراهيم، ولازالت هذه النعمة قائمة في أيامنا هاته في هذا الموسم الشهير الذي تلجأ إليه كل امرأة عاقر وذات رغبة في الإنجاب، وكذلك الرجال والنساء الراغبين في الزواج. لم يرث مولاي إبراهيم عن سلفه بتمصلحة مداواة النساء العاقرات فحسب، بل اكتسب عنه كذلك القدرة في القضاء على أسراب طيور الدوري التي تلحق كبير الضرر بعناقد العنب وفاكهة التين. وجد مولاي عبد الله بن حسين كان عنده هذه القضية ديال الطائر، كانت يحارب الطائر، الطائر نطير هذاك الجوج تيجي في وقت الصابات يبدا يتسلط على الفلاحة، كانت يجي وتيدي واحد الإعلان زيف بيض تيديروا فيها هذه الحنه وتيديوا العصا وتيديروها فوسط الفدان باذن الله تترفع عليهم هذاك الضرر ديال هذاك الطير ديال الزوج ديال الزوج. هذيك من البركات ديال مولاي عبد الله بن حسين والبركات ديال مولاي ابراهيم وكذلك. ما من شك ان مثل هذه الخوارق والكرامات قد تدعو في حد ذاتها على الضحك عندما يكون المرء جاهلا بالأضرار الجسيمة التي تلحق هذه الطيور بحقول القمح. ففي منطقة الحوز زمن الحصاد تدوي عبر كل أرجاء بواديها أصوات الصياح والجلبة والفرقعات واصطكاك الفزاعات لإبعاد أسراب الطيور عن الحقول، وهذه العملية عادة ما تتطلب شخصين أو ثلاثة في كل هكتار لمراقبة الحقول في ديمومة من شروق الشمس إلى غروبها، قصد التخفيف ما أمكن من الضرر اللاحق. والأكيد أن تكلفة هذه العملية تظل جد مرتفعة، كما تظل غير ذات بديل على اعتبار أن محاربة أسراب الطيور بالمواد الكيميائية تكون لها عواقب وخيمة على البيئة وذات تكلفة مرتفعة ونتائج جانبية. الأضاحي المقدمة في هذه المناسبة يبرز طائر الديك الذي يطرد شر الجن بصياحه، فهو في الاعتقاد هنا الرمز الصوفي للنور والحياة.
الاماكن اللي مهمه في ميبرا ملي تيقصدوا الناس للزياره هي الضريح. اولا الضريح بالجانب ديالو كاينه بنته ولا لا محله، كاين المحل الزاويه اللي فيها مقسمه على جوج، كاين الزاويه ديال اللي تسميها الزاويه ديال المزوقات اللي فيها دوك النساء العجازه المتخلى عنهم اللي تيجيو الناس يزوروهم وتيكرمهم الى اخره، وفي هذاك المهرز اللي تيستبركوا به الناس اللي هو كان في الحياه ديال مولاي ابراهيم وفي الناس الاولاني القدام كانوا تيدقوا فيه اصلا ذاك القمح اللي تسميوه هربر اللي تيديروا به الفطور ديال العيد ولا ديال المناسبات، والان صبحوا دابا الناس تيستعملوا تيديروا تيدقوا فيه الحنه تبركا بهذ المسائل. وكاين الزاويه الاخرى اللي ساكن فيها الشرفه اللي فيها واحد المحل فيها ديك القصعه ديال مولاي ابراهيم اللي سميتها لافريحه، الفرحه اللي كان تيطعم فيها الشيخ في الحياه ديالو، تيمشيو تيتبركوا فيها الناس، والنساء اللي تيكونوا عاقين ما تيولدوش تياخذوا هذيك البركه من عند الشريفيات من تما بحال ديك الدقيق والخميره والحزام تيديروا العيالات. بإمكان النساء قضاء ليلة حضون بالضريح، ويظل الهدف من النوم في مثل هذا المكان المسكون بالأرواح والروائح الزكية انتظار تجلي الرؤية في النوم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تظل حياة الإنسان معرضة للأزمات والعقد النفسية التي لا تعرف حلها إلا بالتضحية الموشومة بالبركة، ولهذه الغاية يحصل الإنسان هنا في شكل باروك على قفل رمزي تكمن دلالته في قدرة مفاتيحه على حل أبواب المستقبل وتسهيل الإخصاب وإنجاب الخلف وتيسير لقاء الزوج المنتظر لاستقرار النفس وإتمام ركائز الدين. يتم ولوج الضريح عبر الباب السفلي الذي تصل إليه الهبات والأضاحي، كما تتم مغادرته عبر الباب العلوي المؤدي إلى باحة الزاوية التي تجري بها أطوار تقديم الأضاحي. يهدف نحر الأضحية إلى وضع علاقة بين مقدم الأضحية والمقدس، بين المدنس والمقدس، أي بين المخلوق والخالق، وهذا ما يحيل عليه الإصلاح العربي لكلمة القربان أي التقرب من الله عز وجل. على الشرفة دايرين هذا القرناء أساساً، لأن كاين بعض الناس تيجيو ما فاهمينش تيجيبوا الذبيحه وتيقولوا هذه ذبيحه كان مولاي فلان، هذه ذبيحه كان مولاي فلان. حنا باش نتزوجوا هذه المساله هذه درنا كزار خاص ديال الزاويه، تيتسلم هذيك الذبيحه من يد هذوك الناس وتيذبحها بالطريقه الشرعيه. الحمد لله الذبيحه من حيث تذبح كاين الشرفه، كاين واحد العدد ديال الاوساط ديال الشرفه اللي هما قاطنين هنا ساكنين تتفرق عليهم بالتناوب، كلها كاين الناس المسؤولين تياخذ على الناس ديالو، وكاين المساكين. تستفيد من هذه الوجبة المشتركة كل النساء المهمشات والعوانس اللائي وجدن في هذا الضريح الملجأ الآمنة الذي تعرف الأنفس في حضرته السكينة والطمأنينة. يتجه مقدم الزاوية الآن صوب القاعة التي تضم صحن الجوز الذي كان يستعمله مولاي إبراهيم على قيد الحياة، تبعا للحكمة القديمة القائلة: الرجل الأمازيغي الأصلع يتغذى بالكسكس ويلتحف البرنس. المهراز اساسا كان الدور ديالو في الحياه ديال الشيخ وفي المقدمين الاولين كان تيدق فيه القمح اللي تسميوه حنا بهربل، هذاك هربل كان تيطيب للناس في الفطور. من بعد ولاو دابا ولاو يستعملوا العيال تيدقوا فيه الحنه،
هذيك الحنات يدقوها تيستعملوها العيالات اللي مريضه مثلا ولا عندها شي حاجه، ولا بحال البنات العزبات اللي ما مزوجيش ما عندهم العكس عندهم عكس في الزواج ولا شي حاجه تيوردوا ديك الساعه تما تيوردوا تيديروا الحنه في ديهم. دابا راه ولا نقيش. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يلا بنات الخميره من هنا نجي سيدي مولاي ابراهيم كيفيه الله الخميره ويزيد الله في التغرات كل عام هكا. بسم الله هذه كندو الملحه والخميره كل عام كنخبزوا بها الخبز كتبقى البركه لبولي ابراهيم وبركه الوالدين وكنخبزوا بها غير الخبز فقط. بحال هذه الحنينه كندقها كديرها البنت اللي باقا بلا جواج كديرها كيسهل عليها الله لان البروك ديال الشيخ اللي كتعطي ديك الساعه هو الملحه والدقيق والخميره والشعير. الشعير تيديوه للفلاحه تيديو الفلاحه من حيت هذاك اكتوبر حتى بدا الفلاحه تيجيو تيديو هذاك الشعير تيبداو يخلطوه مع الزرع اللي تيزرعوا في الفدانات ديالهم. القصعه عندها حكايه قديمه اللي تيحكيونا اللي قرينا في المناقب ديال الشيخ مولاي ابراهيم لان هذيك القصعه كان تيطعم بها في الحياه ديالو ويحكى انه شي مره كان جا عنده في السلطان زيدان السعدي لانه هو عصر زيدان السعدي في هذاك الوقت اللي كان سلطان في مراكش سمع بالبركه ديال الشيخ ديال مولاي ابراهيم بان تيجيو عنده واحد العدد ديال الناس وسمعوا بالكرامات ديالو ويطعم الطعام والمسائل من البركات ديالو. جا عنده واحد الوفد تيحكي بانه فيه 35 الف ديال الناس 30 ديال الرجال و 5000 ديال النساء. الشريف تخبر بانه السيد جاي في الطريق وجد هذيك القصعه ديال سكسو بالخضره والمسائل من حيث استقبل السلطان ورحب به وقعدو وقدم له هذيك القصعه ديال الطعام. السلطان دار فيه قال له الشريف واش هذه القصعه هذه تكفي هذا الخير ديال الناس العدد ديال الجن؟ قال نعم باذن الله هذه ياكلوا وشي الخير. وكان الامر كذلك حتى الناس تياكلوا تيدوز عليها الجنح ديال السهم ديالو وتيحكي وتيدفع بالعكاز ديالو تتحرك من هذه الربعه لهذه من هذه الربعه لهذه تطعموا بها كلهم الناس وبقى ديك القصعه بيد الله كما كانت. هذه من البركات ديال الشيخ. تتم هبة الأضحية من طرف الدباغة الماهرة في صناعة الجلود ويتم إدخال الأضحية عبر بوابة مفتوحة في الحائط المشرف على الضريح كما لو كان الأمر عبارة عن ولادة سماوية. وهنا يتم نحر الأضحية فيفصل رأسها عن الجسد ويتم سحبه إلى أسفل التل في طاحونة الماء حيث تلفظ حنجرة الأضحية آخر نفس لها تيمنا بالموسم القادم. وتلاحظ أعداد كبيرة من النوق آتية من مختلف الربوع وخاصة من مدينة الصويرة وتسمى هذه القوافل الركاب وهي في سيرها تحمل الأعلام تحت قرع الطبول. سميتو نقدم عمر السويري قدم عمر السويري وكان مقر ديال الزاويه ديال مولاي ابراهيم لا زال الان دابا في الصويره في شارع الحداده مقفل الى ديال مماش. هاد السيد كان ديك الساعه تيجمع دوك الطوائف هذوك القبائل ديال حاحا وتيدير الموسم تمايا هو قبل من مثل الشهر ديال ربيع التاريخ قبل الموسم وتيشري الناقة وتيخرجوا من هذيك الزاويه بقناوه وبالاهاجيز والى اخره وتيجيو على ديك الساعه ما كاين لا ركوب ولا والو على البهيم البغال والحمير وكذا الى اخره وتيقبدوا هذيك الطريق حتى يوصلوا لهنايا. ديك الساعه ما كاين كاين السيده الاخرى ديال القنيطره وكذلك كاين الناس ديال تارودانت كاين الناس ديال اكادير كاين فسوس كاين فرباز كاين يعني في كل مدينه كاين واحد السيد ولا سيده تتسمى المقدمه ديال الزاويه تتمثل الشرفه تمايا وتتجمع هذوك الهدايا من عند الزوار اللي ما تيقدروش باش يجيو ولا ما تسمح لهمش الظروف باش يجيو يزوروا تيعطيوها ولا هذيك السيده هذيك البركه وتشري هي هذيك الناقه وتجيبها وتجمع الطائفه ديالها. والعاشق من بيه صليو عليه والله صلى عليه رسول الله والله صلى عليه رسول الله. بركة القضية وهو تيجيو الدباغة من عندنا المول القصر ديك الساعة بكري تيجيبو لينا الناقة وتنخرجوها من دار المقدم السي الحبيب تتخرج ديك الساعة بالبهايم وبسميتو حتى لدار المخزن لدار الباشا
القلاوي ديك الساعه ملي كان حاجه تعمي القلاوي تخرج نعم سيدي من عنده لباب الرب، من باب الرب الى دار العين تما تنباتو تنباتو في دار العين نعم سيدي عند حبيب ربي تنعاودو نركبو تاني اللي راكب راه راكب واللي غادي على رجلي راه غادي على رجلي تنوصلو لراس الجبل فرحانين الناس وموسم اخر كان تيكون تما حتى نصلي العصر نعم سيدي تنجيو للكركور تلقاو الشرفة مجدين تجي العسى ومجدين التمر والحليب وتندخلوا نعم سيدي بالهلالة حتى لهنا المولاي ابراهيم ديك الساعة كانوا تيجيو الدباغة وتيديو الجلد تيديو الجلد نعم سيدي لدار الدباغ تمن هذاك الجلد هو باش تشرى النقا ديال العام الجاي بسم الله